Egden Labor Maku Game AG. كل سنة وانتم طيبين واجازة سعيدة ان شاء الله. وقبل ما نخش في الموضوع بتاع الفيديو هتكلم عن جيم بلاي. كنت بلعب هنا كنت بلعب اسمه ايه ده كونكوست في اوبريشن مترو بالاسلت كيت, و كنت بلعب بالاف 2000 عليه الفور جريب متهيألي والفلاش هايدر والليزر سايت. الجيم بلاي ده كان قديم اصلا عندي, كنت عامله قبل ال وكده بس ملحقتش اعمله ابلود عشان كنت بذاكر بقى. كانت الامتحانات يعني ظريفة طبعا. عامة يا جدعان كنت عايز اقول لكم بس ان انا يعني ان شاء الله هبقى عامل سيريز كده, هي فيها يبقى عامل 2 سيريز جداد. واحدة هتبقى الووك ثرو بتاع الكامبين كله بتاع جوست ريكون فيوتشر سولجر, وبرضو هعمل مالتي بلاير, وهعمل برضو سيريز تانية اللي هي تانية واحدة يعني اللي هي بتاعت هسميها مثلا هسميها اسمه ايه ده نصيحة مني ليك. دي مثلا فيها نصايح يعني ممكن انت تعمل ايه, او يعني مش هتبقى في الجيمينج عامة يعني هتبقى في حياتك العادية تعمل ايه وما تعملش ايه كده يعني. طبعا اللي عايز يعني اللي عايز يسمع الكلام معايا براحته, واللي مش عايز يسمع برضه براحته يعني. النهارده احنا هنتكلم عن عن باتل فيلد 4 والنكست جن في الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. الكونفرنس بتاع الاكس بوكس 1 ما كانش فيه جيم بلاي يعني ما كانش فيه جيم بلاي اللي هو يشدك قوي, لكن يعني هو كان معظم الجيم بلاي بيبقى سينماتيك قوي. احنا نتكلم عن السبيكس بتاعه الاكس بوكس 1. انا يعني معظم الحاجات اللي هقولها مش فاهم فيها حاجه يعني, مش يعني لان انا ما فهمش في حوار السبيكس وكده, بس يعني الحاجات اللي هبقى عارف اقولها يعني هتعامل معاها. فالاكس بوكس 1 السبيكس بتاعته طبعا هي يعني معظمها هي بتاعه البلاي ستيشن 4. هتبقى فيها 8 كور سي بي يو و 8 جيجا ميموري و 8 جيجا رام و 500 جي بي اتش دي, وهيبقى شغال عليها بلوراي, وهيبقى فيها 802.11 ويلس وذ واي فاي دايركت. ده طبعا مش عارف ده ايه ده اساسا. وفي حاجه غريبه ال HDMI ان و اوتبوت, انا مش عارف الانبوت هتبقى ليه الصراحه, استغربت جدا لما سمعت الحوار ده. وال USB العادية طبعا احنا عارفين ال USB 3.0 وال 8 جيجا رام. والجيمنج على الاكس بوكس هيبقى supporting ال 1080i, وهيبقى فيه built in capture card. بس طبعا ما حدش عارف هيشتغل ازاي, ولا انت لازم تكون تجيب يعني حاجة زي PlayStation Plus بس على الاكس بوكس, عشان اصلا مش بلعب على الاكس بوكس فمش عارف يعني انتوا الناس تلعب على اكس بوكس بيجيبوا ايه عشان زي اكسكلوسيف وكده حاجه كده. وهيبقى ال 64 اركيتكتشر زي البي سي. والبلاي ستيشن 4 نفس السبيكس, هيبقى فيه برضو 64 اركيتكتشر وبيلت ان كابتشر كارد. ومش عارف الصراحه لو هيسبورت ال 1080p جيمينج, وهيبقى فيه 8 جيجا رام وبلوراي. والغاية دلوقتي في التيزر بتاع البلاي ستيشن 4 اللي نزل من سوني, شفت فيه اللي هو كان هيشغل دي في دي. البلاي ستيشن 4 هيشغل دي في دي يعني سي دي دي في دي يعني مش زي بلوراي وكده. وحكاية ان انت تشغل لعب بلاي ستيشن 3 على البلاي ستيشن 4 او الاكس بوكس 360 على الاكس بوكس 1 لسه مش confirmed يعني, بس على الاكس بوكس 1 هم قالوا ان مش يعني مش هتشتغل, مفيش مش هينفع تشغل اللعب بتاعت الاكس بوكس 360 على الاكس بوكس 1. ولكن ما اعرفش الصراحة عن البلاي ستيشن في بلاي ستيشن 4 هتشغل لعب بلاي ستيشن 3 على البلاي ستيشن 4 ولا لا. ونتكلم بقى عن باتل فيلد 4. باتل فيلد 4 هيبقى
يعني انا قريت على كذا ويب سايت يعني على اي اي وكده، هيبقى في تكنولوجي يعني ال weapon advanced weapons و تكنولوجي وكده، يعني مش عارف بقى يعني هتبقى عاملة زي ستار وورز كده ولا هتبقى عاملة ازاي مش عارف، بس يعني هتبقى حلوة طبعا اكيد يعني ان شاء الله. ودي حاجة كويسة برضو ان انت ممكن مثلا تستخدم زي الحاجات زي اللي هي التاجز وال الحاجات بتديتكت الانمي وكده، والسكوبس الجديدة مثلا حاجة كده يعني. لسه يعني باتل فيلد منزلت اي اي منزلتش الباتل فيلد فور اي ملتي بلاير تريلر، فانا مستني يعني احنا مستنيين طبعا كل الناس مستنية التريلر بتاع بتاع الملتي بلاير. و في هيبقى في في نايت داي نايت سايكل، يعني انت مثلا تلعب لو الجيم طول زي مثلا انت بتلعب بالجيم بتاع باتل فيلد 3 اللي هو بيبقى 500 تيكتس، ده الواحد ممكن يكمل ساعة ساعتين وهو بيلعب يعني في الجيم لو الاثنين تيمز حلوين يعني. فهتبقى مثلا يعني انت لو مثلا متهيألي قعدت ربع ساعة اكتر من ربع ساعة في الجيم هيبتدي الوقت يعني الليل يجي بقى او مثلا النهار يطلع لو انت بتلعب في جيم اصلا بالليل، او العكس طبعا لو بتلعب الصبح كده يعني. ودي طبعا هتبقى حاجة جامدة جدا يعني، انت اصل يعني انت ممكن الجيم كله يتقلب في لحظة، بحيث ان انت يعني انت لو مثلا بالليل انت لو التيم مثلا بتاع اليو اس هو بيهاجم مثلا من على في حتة في الصحراء او كده، بالليل هيبقى بالنسبة لهم احسن كده يعني، الحوار يعني هيبقى حلو لطيف. وفي هيبقى في لغاية دلوقتي يعني هما قالوا عن فور ماب باكس، هما مش قالوا ما قالوش اسمهم بس هما يعني قالوا اللي هيبقى في جواه موجود ايه يعني. في واحدة اسمها تشاينا ابرايزنج، دي اللي هتيجي لو عملت بري اوردر هتجيلك مع باتل فيلد. هما كانوا قايلين في الاول انت لو عملت بري اوردر بريميوم، بس طبعا ده طلع تحوير في الاخر، انت هيجيلك بس زي او مش عارف هو طلع تحوير ولا لا، بس يعني لغاية دلوقتي قالوا ان انت هيجيلك دي بس يعني، مش ان انت هيجيلك البريميوم كله. فطبعا ده حاجة محبطة جدا، انا كان نفسي ان انا اشوف الملتي بلاير تريلر بس بعد كده اعمل بري اوردر، بس خلاص بقى يعني انت مش عارف بعمل بري اوردر ولا لا. هيبقى برضو هيبقى في بقى ماب باكس، يعني في ماب باك انت مش فاكر هيسموها ايه الصراحة، يعني لو حد بيشوف بيكسل انمي فكان ويستي، لو حد بيشوف ويستي من بيكسل انمي هو كان اتكلم عن الحوار ده، وكانوا هما منزلين اسمه ايه ده، كانوا عاملين يعني على البيج بتاعت اي اي ان الفانز يعني بتاعت باتل فيلد يختاروا الاسامي وكده بتاعت الماب باك. فكان في ماب باك كانت اسمه ايه ده، هيبقى فيها زي انت تلعب بغواصات وطيارات والبوتس العادية طبعا مع يعني مع اللي هو الفيكلز الجديدة يعني. و confirmed ان كل الاسلحة بتاعت باتل فيلد 3 هتبقى موجودة طبعا زائد عن الاسلحة بتاعت باتل فيلد 4 نفسها، فده طبعا حاجة جميلة جدا لان الواحد مثلا عمره ما كان يستغنى عن ال F2000 او ال M16A3 او ال AAK او ال MTOR ده اهم حاجة. وبرضو confirmed ان ال اسمه ايه ده انت هيبقى عندك اكتر من 1200 حاجة ممكن تفتحها في باتل فيلد 4، دول مش فاكر كان اسمهم باتل حاجة كده مش فاكر يعني حاجة انت حاجات هتفتحها زي باك يعني، انت زي مثلا باك كده فيها كل فيها حبة حاجات تفتحها انت، بس دي الحاجات دي انت بتفتحها بالوقت اللي بتلعبه يعني، انت لو مثلا كل ما تلعب مثلا 10 ساعات يجيلك باك فيها مثلا مسدس سكينة ميلي ويبنز. هو ايه كونفيرمد برضه ان الميلي ويبنز هتبقى اكتر من النايف، يعني ممكن تمسك فاس او نايف يعني حاجة جديدة يعني. وبرضو في ماب يعني هما كونفيرمد ان هيبقى في برضو اسمه ايه ده
ماب باك زي كلوز كوارترز برضو، يعني عشان لو في، عشان في كان فانز كتير قوي من بتوع باتل فيلد 3 حبوا حوار الكلو، يعني اللي هو ان انت تحارب ضدك في مستوى يعني مش بعيد في كلوز كوارترز يعني. فبرضه كنا هما في اي كونفيرمد ان هيبقى في زي يعني زي ماب بتاع زي بتوع ماب باك زي بتاع كلوز كوارترز، وهيبقى في ماب باك تانية برضه زي بتاعت ارمورد كيل، بس طبعا هتبقى اوسع اكتر. هما كونفيرمد ان المابس بتاعت يعني اللي هيبقى المابس اللي هتبقى فيها صحراء او تلج او كده تبقى الماب اكبر من اكبر من كتير، يعني اكبر من كاسبن بوردر تبقى اول. بس الاعداد بقى بتاعت البلايرز لسه مش كونفيرمد، يعني انت لسه لغايه دلوقتي انت هي بتاع زي العادي، يعني البي سي هتبقى 64 بلايرز، ال 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 بي اس 3 او البلاي ستيشن عامه هيبقى اسمه ايه ده هيبقى 24. وده صراحة انا يعني مش حاجة لطيفة، يعني كان متهيألي 64 بلايرز هتبقى امتع اكتر بكتير يعني. ايه تاني؟ بس والبليس الباتل فيلد 4 هتنزل ان شاء الله يوم 29 اكتوبر في 2013. البيتا هتبقى ريليست في متهيألي في الاي 3 كونفرنس او مع الباتل فيلد 3، مش عارف يعني مش عارف هتبقى امتى، بس قريب يعني هيعملوا ريليس ديت بتاع البيتا. ويعني هي في باد نيوز ان البيتا هتنزل بس للبريميوم بلايرز واللي عاملين بري اوردر لباتل فيلد 4 والناس اللي اشتروا ميدل اوف اونر وور فايتر. هي ميدل اوف اونر وور فايتر الصراحه يعني ما كانتش يعني مش معاجة، يعني لعبتها وصراحة استمتعت اه كل حاجة، بس طبعا ما كانتش زي ما انا كنت متوقع من التريلر بتاع الجيم بلاي اللي هم كانوا حاطينه في الاول. يعني كنت توقعت ان هيبقى فيه برضو زي باتل فيلد 3 بقى هيبقى يعني فيها برضو فيكلز وحاجة كده، بس طلع يعني بس لما لعبت بقى اللعبة ما كانتش قد كده يعني. و بس يعني دي الحاجات اللي نزلت. والماب باكس تانية تبقى كلها متقالي في ماب باك هتبقى فيها ماب كده، يعني هما كلموا عن ماب واحدة في الماب باك لكن ما قالوش ايه كونتنت كله اللي موجود في الماب باك. هيكلموا ان انت يعني في ماب معينة في الماب باك دي انت هتبقى فيه زي سد، زي السد العالي اللي عندنا يعني، ممكن تدمره وهتغرق الماب كلها، بس طبعا يعني المياه هتروح، يعني المياه هتفضل تمشي في الماب. فمتهيألي الماب دي هتبقى متهيألي على جبل، يعني لان انت مش هينفع طبعا تفضل طول الوقت المياه في الماب فهتغرق، انت الناس كلها تبقى واقعة في المياه فمحدش عارف يتحرك. فلو في حد بالطيارة او جات او كده هيبقى سهل او انه يجيب كيلز، فانت في لحظة ممكن تغير الجيم لو انت خسران يعني. فطبعا دي حاجة لزدة، ودي انا اكتر من الاكتر حاجات اللي يعني نفسي اجربها. وفي برضو هم كانوا يعني حاطين بوست على البيج بتاعت اي اي ان انت كانوا يعني هم بيشوفوا رأي الفانز، مش حاجة confirmed يعني، بيقولوا ان يعني انت بيسألوا الفانز لو انت لو هم عايزين انت ان انت تجيب ال يعني تكمل الباتل فيلد 4 بالسكور بتاعك اللي في باتل فيلد 3. يعني انت مثلا لو ليفل 100 هتبقى ليفل 100، بس متهيألي بقى ان هم يعني لو هتبقى كده هيبقى اكتر من 100 ليفل، يعني باتل فيلد هتبقى اكتر من 100 ليفل، يعني ممكن مثلا تبقى 200 ليفل كده يعني. فانا يعني رايي في الحوار ده ما مش دي مش هتبقى حاجه ظريفه، لان يعني الواحد مش هيستمتع. يعني الواحد لغايه دلوقتي انا فاتح كل حاجه في باتل فيلد 3، بس طبعا لغايه مستمتع ونفسي الفل اكتر. انا اصلا مش بلعب كتير، فانا يعني معظم صحابي ليفل 100 وكده، بس انا ليفل 6 يعني اللي هو النسر ده 26 كولنل 20 او 30 سوري كولنل 30، ومش حتى مش فاتح كل الاساينمنتس، فاضل لي بتوع اند جيم و كلوز كوار او لا كلوز كوارتز عملتهم، فاضل لي بتوع اند جيم بس.
فيعني طبعا الواحد نفسه، انا يعني نفسي اشوف المالتي بلاير جيم بلاي بتاع باتل فيلد 4 هيبقى عامل ازاي. طبعا الكامبين اللي هو الكامبين تريلر ده او الووك ثرو بتاع اول ميشن بتاع في الكامبين كان اكتر من رائع يعني. بس طبعا يعني الواحد مش ده اللي كان يعني مش متوقعه اوي في باتل فيلد يعني. انا متهيألي سيميلر جدا لباتل فيلد 3 يعني، طبعا يعني مع زيادة في الجرافيكس يعني احلى شوية، بس طبعا بس يعني الواحد يحمد ربنا. و بس ممكن نتكلم على كول اوف ديوتي لو لسه يعني في لسه وقت في الفيديو. كول اوف ديوتي جوست الصراحة يعني اتفرجت على التريلر يعني، بس هو الانجن هم اتكلموا عن انجن جديد، ما اتكلموش على يعني هو بس وروا الانجن الجديد هيبقى شغال ازاي. بس طبعا لما حد شفته على اليوتيوب لقيت ان معظم الفانز بتاعت كول اوف ديوتي كاتبين ان ده هو التريلر بتاع كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2، وانا الصراحه برضو حسيت نفس الاحساس يعني مفيش حاجه جديده. مو يعني في جزء من التريلر سينيماتيك يعني، ف مش عارف يعني الواحد احبط شويه في كول اوف ديوتي جوز. بس احنا يعني لسه ما شفناش بقى جيم بلاي حقيقي يعني، يعني لسه الواحد يعني طبعا الواحد مش هي يعني انت مش هتحط مش هتحكم على اللعبه من اول تريلر كده، نشوف يعني ان شاء الله. فبس يا رب يكون جدعان الفيديو عجبكم. لو ان شاء الله هبتدي سيريز قريب بتاعت جوست ريكن، وبرده اللي هي بتاعت نصيحه مني ليك. ويا جدعان كنت عايز لو حد بيعرف يتكلم انجلش يعني كويس وكده، طبعا مش قصدي حاجه يعني مش قصدي حد بهيم يعني مش قصدي ان انتوا بهايم، بس يعني لو حد بيعرف يتكلم الاكسنت بتاعته حلوه في الانجليش وعنده بي في ار او ممكن يعمل جيم بلايز وكده يا ريت يقول لي، لان انا محتاج يعني حد يدخل معايا في الشانل يعني يعمل فيديوز معايا نعمل يعني يبقى بارتنر معايا يعني. طبعا اي حد عايز يشترك تاني، انا اصلا انا مش عامل الشانل عشان اعمل سبسكرايب يعني مش عشان فلوس وكده يعني، انا اصلا عاملها فور فان يعني. انا عارف ان كل الناس بتقول كده بس انا والله يعني مش عشان حاجه، انا عاملها كده فور فان اصلا يعني. الفكره اني شجعتني قوي حوار انك بقى في مصريين كتير، والحمد لله اصلا الكوميونتي المصري بقى كويس يعني بقى كبير يعني مش ناس قليله. بس هي يعني المشكله انه يعني مش طبعا مش ناس ما حدش بيسمع لكلامنا يعني، حتى يعني مش زي ما بيكسل انمي مثلا، انا متهيالي اي اي وبيكسل انمي بيتحاوروا كتير جدا يعني بيتكلموا وياخدوا رايهم وكده يعني. وبيكسل انمي متهيالي فيها كتير جدا جدا، في بيكسل انمي في واستي وبتوع جيمينج ديلي انا مش فاكر اسمهم ايه، بس صراحة بيكسل انمي بيعملوا شغل جامد جدا يعني. بس يعني فيارب يعني لو عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب شير، والسلام عليكم.